تعرضتي للتحرش؟ طبعا. هل قدرتي انك دافعين عن نفسك بالطريقه الصح؟ انا محظوظه اني اقدر، بس في كثير بنات يحتاجوا مساعده في هذا الموضوع. احنا عندنا فتاه جدا مميزه، راح نشوف التقرير عنها ونرجع لكم. 99% من المصريات بيتعرضوا لأحد أنواع التحرش مرة على الأقل في حياتهم. 90% من نساء اليمن سجلن حالات تحرش جنسي لدى السلطات المختصة. 62% من النساء المغربيات بيتعرضوا لشتى أنواع العنف يومياً. أما بقية الدول العربية فليست أفضل حالاً، وأغلبية الفتيات اللواتي تعرضن للتحرش يفضلن الصمت. ولكن في الأردن بدأ الحال يتبدل مع وجود مركز هي مقاتلة أو شي فايتر. حبيت الفكرة تبعت النادي وحبيت أنضم لهم كتيم. بالبداية كنت أشوف البنات كيف شخصيتهم عم تقوى، عم تتغير. البنت بتكون أول إشي يعني مستحية مثلاً، بتخجل كتير، شخصيتها بتكون نوعاً ما ضعيفة. بعدين لما تطلع من النادي بتكون واثقة من حالها، وبعد أشهر من التدريب ببين عليهم الفرق. بلشت شخصيتي انه تقوى وتزيد ثقتي بنفسي، فهذا الشيء خلاني اخذ دورات اعداد مدربات واصير مدربه حتى ازيد ثقه البنات بنفسهم. الحالات الواحد ممكن يتعرض لها انه يضرب شخص قدامه اذا حدا مد ايده علي، بهاي الحاله طبعا انا لازم اني ادافع عن حالي وما اسمح لحد يمد ايده علي. وهو اول مركز في الاردن والشرق الاوسط يعطي المراه الجراه والقوه لمواجهه اي متحرش او معنف. اللي صار معي مره انه كنت اروح على مشوار في وقت معين كل يوم، وانتبهت من اكثر من مره انه في شخص عم بيكون بنفس هذا المكان بنفس الوقت اللي انا بكون فيه، والقدام اكتشفت انه هو بيلحقني على المكان اللي بروح عليه. كان هو وصاحبه ماشيين وصاحبه دفشوا علي. هون حسيت انه لازم انا اتصرف وما لازم اسكت عن هذا الموضوع. كانت رده فعل طبيعيه بما اني انا بتدرب بشي فايتر، كانت رده فعل طبيعيه عندي انه انا اعمل حركه تعلمتها هون بشي فايتر وبعدين اضربه. هلا هو تفاجأ من هذا الاشي، ما كان متوقع انه هيك يصير، ما تطلع حتى لورا، ضل ماشي دغري وبعديها ما رجعت شفته. فحسيت انه هذا الموضوع يعني كان لازم اتصرف فيه، ومش دائما السكوت هو الحل. عندما نعلم النساء الدفاع عن النفس فإن المرأة ستشعر بأمان أكثر، بحسب مطلقة مركز شي فايتر الأردنية لينا خليفة. فمن هي هذه المقاتلة الناعمة؟ من الأردن بنستقبل لينا خليفة، مؤسسة مركز شي فايتر. في كلام نواعم، لانه الشيء اللي انت بتقدميه النواعم محتاجينه جدا. واهنيك بالفكره هذه، لان وانت قاعده تسوي في الاشياء شفتها في التقرير انا قاعده اعمل معاكي. ايش واحد يسوي؟ احاول اتذكر اللي اخذته من زمان. لكن انا اخذت هذا الكلاس، بناتي ما اخذوا. وانا دائما خايفه لانه بنتي عايشه برا، انه ممكن في لحظه او هي ماشيه في الليل راجعه من كلاسها لغرفتها في الجامعه انه تتعرض لموقف زي كذا. صح. انت ايش اللي خلاكي تبداي هذا المركز؟ هلا اول شيء بشكركم على استضافتي. انا متاكده انه في سبب اللي هي هون بكلام نواعي، ما بدكم اضرب حدا. حاسه في كثير ناس لازم نضربهم. احنا عندنا كله بيمشي بالنظام. بعدين انت في الحلقه في احد يحتاج يضربني؟ انا مستعده. اوكي. كنترول روم يمكن. هلا انا خبرتي فنون قتال، كنت كثير اعمل مشاكل وانا صغيره، فأهلي قرروا إنهم يخلصوا مني فسجلوني بنادي تايكوندو. كان عمري 5 سنين. بعدين لقيت إنه في كتير شغف لفنون القتال، كتير تعلقت باللعبة، كانت أحسن لعبة لإلي إني بتطلع الاسترس. على عمر 14 أخذتها سيريسلي أكتر وبلشت أعمل كومبيتيشنز، وحوالي يعني فزت ب20 ميدالية ذهبية، 3 منهم دوليات. بعديها صرت أدرس رياضات فنون القتال أكتر، فدرست كونغ فو، بوكسينج، كيك بوكسينج، تعمقت اكثر بالسيلف ديفنس، بالاسلحه اذا حدا هجم عليك بسلاح بسكينه. طبعا دراستي بالجامعه كانت شيء ثاني، ادب فرنسي. بس ويج بارل فرونسي. بس فحسيت انه وقتيها انه في مش بس عنف على المراه، انه المراه كمان مش عم بتوقف لحالها بكثير مواقف. هلا السيلف ديفنس والدفاع عن النفس مش بس عشان انه تخلي المراه تدافع عن حالها، كمان جسديا ممكن تتغير كل البادي لانجوج تاعتها ويصير عندها ثقه كبيره بالنفس. صحيح. انه توقف اي شيء ممكن يصير لها، ممكن بدون حتى ما تستعمل السيلف ديفنس. فبس انه وقفتها، عاده بسموه الاتاكرز اللي هم عاده
they choose the victim اللي هي الضحية بالشارع مثلا، بحسوا انه ممكن هاي ما تعملنا مشكلة كبيرة، يعني يختاروا اللي شكلها يكون ضعيف او بتمشي اللي بحسوا انها ممكن انها ممكن مثلا ما تعمل مشكلة، تسكت تبكي تخاف ما تبلغ، بس اذا شافوا بنت قد حالها مو شرط طبعا يعني تكون زي كثير قوية، وممكن بس ثقتها بنفسها وقفتها الاي كونتاكت هذا كله بيأثر. بس لينا انت تميزتي عالميا، يعني باراك اوباما احنا اصحاب بيست فريندز، انتوا بيست فريندز الظاهر، لانه هو يعني سماتش بالسبيتش تبعه، واما واتسون اتصلت فيك دقت عليك قالت لك لينا ابيك تدربيني، صحيح؟ صحيح. عندنا صوره معاها، انت معاها صاحبه برضه بيست فريندز، بيست فريندز انت واما واتسون كليرلي. فانت تميزتي عالميا مو بس في الوطن العربي، شلون قدرتي توصلين هالعالميه؟ هلا عادة الواحد اللي عنده طموح اللي ما بيشوف اي حد قدامه بيقدر يعمل اللي بده اياه بالعالم، ما في مستحيل، ما في، عشان الحياة هاي احنا بنخلقها، مش الحياة هي بتمشينا، احنا بنمشي الحياة، فهي بس كلها بمخنا، قد ايه ممكن نطمح؟ في كثير ناس مثلا بيحددوا الطموح بمخهم، اختياراتهم بتكون محدودة بالزبط. بسبب قناعات معينة ربما هم وهي كمان الكلتشر بيساعد انه يحد من هذا الطموح. طيب انت الان بتتكلمي كلام مرة حلو، وهذا هو الدعم والتمكين اللي كلام نواعم بيحاول يقدمه للمرأة العربية، انه ما في مستحيل. في مركزك انت بتعلمي فقط المهارات الدفاعية ولا ايضا عن طريق بعض المحاضرات او التعامل مع البنات اللي بيجوكي في المركز بتحاولي تنمي اشياء اخرى فيهم؟ صح. هلا احنا المركز تاعنا انه ليش تميز بشكل كتير كبير، مو بس تدريب الدفاع عن النفس للمرأة والفتيات والمراهقات، احنا كمان نعمل محاضرات وورشات عمل بنحكي فيها عن انه البنات بيقدروا يعملوا كل شيء، ما في حدود، اذا تعرضوا لعنف اسري، اذا تعرضوا لتحرش بيقدروا يشاركوا القصه، وقتها احنا بنحكي لهم انه مش لحالكم بهذا الموضوع، احنا كلنا هون عشان نحل هاي المشكله، اتس سيف زون، يعني بيقدروا يجوا يعبروا عن مشاعرهم، بيقدروا يبكوا، بيقدروا يحكوا لي كل القصص، بس لما يبكوا ويطلعوا كل طاقاتهم ومشاكلهم وهيك بحكي لهم هاي اخر مره بتبكوا فيها عشان لقدام انتوا حتصيروا كثير اقوى. فهي كمان كيف انت بتدعم الفتيات، انت ما مثلا ما بتتعاطفي كثير معهم، بس بنفس الوقت بتفرجيهم انه بتقدروا تكونوا شيء ثاني، هذا الشيء اللي صار اكسبيرينس تجربه وما حتنعاد، عشان انتوا فعليا حتصيروا اقوى بالمستقبل. فبنعملهم كمان اكثر زي دعم نفسي وجسدي. هلا الدعم الجسدي بصير انه هلا وفكري 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 ومركز على المراهقات بشكل كثير كبير، عشان عاده ما بيحكوا لاهاليهم مشاكلهم، عندهم دائما قصص، تعرضوا لتحرش، والنسبه الاكبر يعني العنف بتكون على المراهقات، عشان يمكن سمعت ما اضعف وهل لقيتي الدعم بدولتك؟ انا سمعت ان البيت الابيض ارسلوا لك دعوه ووعدك اوباما انه هو يدعمك ويدعم مشروعك، هل هذا حصل؟ نعم. هلا البيت الابيض وقتها عزموني على ايفنت اسمه جلوبال انتربرينورشيب ايفنت، اللي هو لريادين اعمال مميزين بالعالم. فلما وصلني الايميل فكرته سبام، فكرته انه ايش هذا، انه في فيروس جايين. بعدين لما رنوا علي طلع ترو كولر وايت هاوس، فانا هيك اوكي معناته مش سبام. ترو كولر وايت هاوس، انت عملتي سكرين شوت لهذا الموضوع؟ كان لازم، تخيلي وايت هاوس. فانا قلت لازم ارد. هلا بريزيدنت اوباما حب انه يدعم افكار غير افكار مثلا امريكا، انه احنا عندنا رياديين من مختلف العالم وعندنا كمان نساء رياديات، بس للاسف ما في دعم بالدول العربيه. الحمد لله في دعم من الناس نفسهم. ومن بلدك ما كان في دعم؟ بتكون صراحه ولا ما كان في دعم؟ اكيد اكيد بصراحه، لانه معروف انه اجاني دعم يعني بشكل كثير كبير من الاجانب، بحاولوا دائما يقعدوا معي، ممكن يساعدوني بكثير كثير زي دراسات وشو نعمل وشو نسوي وتطوير، بس الدعم بالبلد نفسها كان جدا جدا يعني سيء. ريم، هل انت تعرضتي بالتحرش؟ اي. هل تعتقدين ان يعني التقنيات اللي ممكن تعلمك اياها؟ والله تمنيتها قبل اسبوع بس. قبل اسبوع؟ اي والله. ايش حصل؟ كنت طالعه مع صديقاتي بمطعم ايطالي نتعشى، وانا طالعه في واحد هجم علي. اوف. هجم يعني فيزيكال؟ اي يعني إيه، تهجم يعني. تهجم مسك ايدي ومسكوا السكيورتي. يعني كنت اتمنى ان انا جريئه وقويه، بس من الصدمه كانت رده فعلي اني طبعا تكوني مذهوله ان انت منو يعني انت ايش فيك؟ صاحي مينو اكيد. تمنيت شويه عندي بس لا بس لازم نقول شيء، انه مو عشان انت مشهوره
أو أنت معروفة. لا ما أتوقع هذا الشيء بيصير للبنات بطريقة كبيرة جدا. 99% من النساء في مصر مثلا، 90% من النساء في اليمن وهذول اللي قاعد يحكون. إيه وفي المغرب حتى عشان الواحد معجب فيك صار اعجابه بتمرد، يفتح باب السياره ويركب وكلميني غصب. اي هم صارت فيني، هذا موقف صار فيني. او ماي جاد، هي موجوده، ظاهره موجوده بكل العالم، فلازم يعني نوقفها عند حدها. احنا الان تكلمنا في الموضوع وشفنا التقرير ونبغى انك توري احد من الجمهور بعض الحركات. بدكم اياهم يطيروا من الستيج؟ لا ما تضربيهم، تعلميهم. احنا عندنا متطوعه، فينها؟ اظن انها كريستين، صح؟ كريستين. يلا كريستين. كريستين. اي كريستين. يعني تغيريها نص تطيره بس. عاده الاتاكر المهاجم لما يهجم على صبيه او اول شيء بده يعمله ما بده صوتها يطلع، صح؟ صح. عشان بده يعمل جريمته، فما بده اياها تلفت انتباه. صحيح. بخاف انه ينمسك، فاول شيء حيعمله يا حيسكر هون يا حيسكر على تمها عشان يهددها، ممكن يحكي لها بقتلك اذا بتحكي، انا حضربك اذا بتعملي، دائما بيهددوا عشان يخوفوا الفتاه، واغلب الاحيان بزبط معهم عشان عن جد بخافوا انه ينقتلوا. فنحكي كريستين عم تخنقني، اذا شايفين هاي الخزقه هون، اذا حطيتوا اصبعين هون ودفشتوا لجوا او حطيتوا مثلا ضربتوا بموبايلكم، فالمهم تضربوا كثير حامي عشان بتاذي وبتعمل ضرر، وقد ما كان الشخص كثير كبير هاي المنطقه كثير حساسه. فكريستين هي عم تخنقني، خلينا اسمها هاي الفرونت شوك هولد، اذا حدا هجم عليك بهذه الطريقه. هلا اذا خنقكم بهذه الطريقه عاده يا بكون كثير قريب يا شوي بعيد، فانتوا بدكم تتصرفوا بثواني، طبعا بده تدريب. فاول شيء بتعملوا هلا الوضعيه، لازم الاجرين يكونوا مفتوحين عن بعض، الايد هون كامل مثلا، شدي كريستين اوكي، برفعها كامل وبلف هون كامل. هلا هاي بتفك عشان الرست الرسغ بلف، وبتضربه كامل على الوجه. طبعا الطريقه لازم تكون كثير اسرع ومش متوقعه، اول ما يهجم تتصرفوا. شكرا كثير كريستين. انا بس حضيف انه يعني لما تسوي ذا الشيء بعدين اجري، مو بصي تعبان ولا ايش صار فيه، اجري. انا بشدد اذا بيقدروا يهربوا اهربوا، بس اذا انحشروا بالزاويه او المنطقه مسكره دافعوا عن حالكم، حاولوا اطلعوا من الموقف واهربوا، ما تضلكم قاعدين تتطلعوا او صفنانين او بتحاولوا. اوكي سو في اماكن حساسه اللي هي هني الرقبه، الحنجره، الحنجره، واوصو سمعت ان الانف، المنخار، الانف هيك بالضبط بيكسروا كسر. حسب كمان قد ايه، اذا حجمه كثير كبير واكبر منك يمكن صعب توصل للنقاط الحساسه اللي هون، في عندك دائما نقاط حساسه موجوده تحت، برضو احنا بندرب كيف الضرب عليها. هاي المنطقه اللي هي الصدر والبطن يفضل ما ينضرب عليها عشان ما حيحس، لازم تكونوا كثير متدربين انه تحدثوا ضرر او تكسروا واحده من الربس بسموها، فخليكم على النقاط العاده سهله قريبه. والله يعني شكرا جزيلا لينا على هذه النقاط لانه سهله وممكن الواحد يتذكرها. رها كمان شكرا على انك كنتي معنا، واحنا جدا فخورين بكم انتم الاثنين. شكرا. والعمل اللي بتسووه لدعم وتمكين المراه. ونرجع لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل.